شاء الله قمر منور المكتب. خير يا ستو؟ انت زي ما انت ما بتتغيرش، الزمن يروح ويجي وياكل في لحمك النتن ده وانت زي ما انت. الله، ليه كده بس يا ست الناس؟ ست الناس؟ ده انت خلتني اوطى الناس. معاش ولا كان ليه؟ عاش عاش، وبياكل من عرقي وبياكل من جتتي ومش عايز يرحمني. طيب بس فاهميني بس الحوار واحدة واحدة كده. الحوار هو هو نفس الحوار اللي عملته معايا زمان، جاي تكرره دلوقتي عندي تحت مع بنات في الصالة. بنات في الصالة؟ ما فيش غيرها الكهينة بنت الكلب. تعالى كهن الستات ده انا اعرفه كويس، ودناوة الرجال اعرفها كويس، والبنت دي لو كانت كهينة كانت وافقتك على الراجل اللي انت جايبه لها عشان يدفع اكتر، لكن هي طلعت جدعة وقالت لك لا. يا بطل يا بطل فهمين الحوار مش كده خالص خالص. البنت دي اصلها شمال وبتشتغلك لمؤاخذة، بتشتغلك والله. لا مش شمال، البنت عملت اللي انا ما قدرتش اعمله زمان وقالت لك لا. الله فيها بطل مالك، انت كنت بقيت زي الفل وخفيت من الهبل ده. هبل؟ ايوه، امال ايه يعني؟ عشان انت قفلت على نفسك شهر وقلت مش طايقه نفسي ولا طايقه سفر ولا رحلات ولا صحافه، قلنا امين بيحصل، وبعد كده ربنا هداكي وفقت من الكابوس ده. ما فقتش يا قورة، والكابوس معايا لجد دلوقتي. كابوس معاك لحد دلوقتي؟ فيها بطه، ما هو انا لازم اعرف مالك. انت مالكش حاجه عندي غير حاجه واحده بس، تاخد فلوسك على الجزمه. كتر خيرك يا بنت اختي، دي اخرة ربايتي ليك وعلامي. العز اللي انت فيه ده من تحت راسي انا. العز ده انا اللي عملته بمجهودي، انا اللي رقصت واشتهرت واشتريت الكباريه ده اللي انت بتشتغل بيه، مش بوسختك. وسختي؟ ايوه وسختك. والله براوة عليك يا فاطمة، طول عمرك نبيهة ومخك دهب، مسكتي العصاية من النص وريحتي دماغك، وقفتي في وش خالك النجس، وحميتي بناتك من الدرمغة والمشي الحرام، وفي نفس الوقت حافظتي على شغلك وأكل عيشك، خلتيهم يرقصوا بس يتميصوا ويتدلعوا ويعروا جيتاتهم قدام السكارة والجعانين، وده طبعا ما يزعلش حد، له عيب ولا حرام. بس كفايه، خلاص كفايه. يا لهوي، هو انا راسي وحش قوي كده يا مدام؟ طب ده انا بقالي اسبوع بتمرن على الرقصه دي. خلاص بقى يا نوسه، مش وقته. خلاص ايه بس يا ست شوقيه؟ ده انا ما صدقت اشوف المدام وارقص قدامها. حلفتك بالنبي يا مدام، ما تحكمي عليا بالسرعه دي. طب بصي، انا هرقص لك على تمر حنة، جسمي منحوت عليها وحافظها صم. خلاص يا نوسه، ولا تمر حنة ولا حاجه، انت كويسه بجد؟ يعني انا عجبتك؟ انا عجبتك بجد يا ست الكل؟ عجبتيني بس، انت فكرتيني بشبابي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الكلام الحلو اللي انا بسمعه من المدام، يا فرحه قلبي. يعني انا بجد عجبتك وفكرتك بشبابك؟ يا فرحه قلبي، احمدك يا رب واشكر فضلك. بتحمدي ربنا على ايه يا نوسة؟ على ايه؟ هو في حد قدي النهارده؟ رقصت قدام ست الكل وعجبتها وفكرتها بشبابها، وكمان هرقص في اكبر صاله في البلد. ولما تتشهري يا نوسه وتبقي نجمه كبيره وتكسبي فلوس كتير قوي، هتحمدي ربنا برضو ولا هتقولي يا ريت اللي جرى مكان؟ ها؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، انا بصراحه مش فاهمه حاجه، اصل الكلام كده كبير عليا وانا مش فاهمه حاجه. ان شاء الله ما فهمتي، ان شاء الله ما فهمتي يا حلوه. قومي يا حبيبتي، يلا يا قلبي، انت مش ربنا كرمك يا حبيبتي ونولتي مرادك ونجحتي بمرتبه الشرف؟ مرتبه دي خدت السرير كله. طب يلا يلا يا خفة منك ليها ست، استكفت النهارده. يلا يا حبيبتي، مش عايزه وشي. يلا بس المدام عايزه تقول لي حاجه. لا حاجه ولا محتاجه. يلا يا حبيبتي، الست تعبانه ومش قادره تتكلم. يلا يا روحي، يلا منك ليها يا بنت. يلا يا حبيبتي، روحي اسكري نفسك انت وهي. يلا يا ماما. بقول لك ايه يا بنت يا نوح، خدي نوسة واطلعي بيها على الاستاذ مسعد في المحل، خليه يمضيها العقد ويظبط لها كل حاجه وما تعوقيش. يلا يا بنت، بالسلام. بالسلامه يا حلو، مع السلامه يا استاذنا. يلا يا حبيبتي، مبروك عليكي، الف بركه. يلا
يعني ينفع كده يا ست الكل؟ ده كلام برضه يتقال قدام البنات. انت هتعلميني ازاي اتكلم؟ يا لهوي يقطعني، والنبي يا اختي ما اقصد، انا بس كان كل غرضي ان ما تديش ودنك لاي حد وتاخدي وتدي معاه في الكلام. وانا لقيت حد يسمعني وما اتكلمتش. يا خرابي اقصى عليك يا استبطة، ده انا كل ملكك يا ست الناس كلها. انا ياما قلتلك وما فهمتنيش. قلتلي ايه بس؟ قلتلك على اللي بشوفه شبح. Oh my God. انت كمان بتشوفي شبح وعفاريت بتكلمك وعايشة معاكي؟ لا بقى، انت بالذات لازم اركز معاكي. عايز اعرف الشبح اللي بتشوفيه ده راجل ولا ست ولا ايه النظام؟ البيت لخبطت الورق دي، روحتي فين؟ اتكلمي. راجل طويل وعريض ووشه ابيض ومنور، بيجي يكلمني كل ما اقرب انعس يجي يكلمني. تنعاسي؟ طب مش تقولي يا استبطة ان كل ده منامات. كان منام، دلوقتي بيجيني وانا صاحيه. بتسمعي صوته وانت صاحيه وواعيه ومفنجله وقاعده وسط الناس وساكته؟ كل ده يا استبطة؟ دي كشفه نفسها زي قرص الشمس. يعني ايه سحر؟ طبعا، ودي عايزه كلام. سحر؟ امال ايه؟ ده عمل سفلي ابن 60 كلب، والحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انك فضفضتيلي وصرحتيني. انت بتقولي ايه؟ بقول ان اللي بتشوفيه وبتسمعيه ده خادم كفر ومتسلط عليكي بالامر. كفر ازاي اذا كان بيكلمني على الحلال والحرام؟ ما هو ده المقصود، يشغلك بالحلال والحرام ويكرهك في عيشتك، وساعتها بقى يا حبة عيني تبيعي المحل وتدمري اسمك في السوق، وغيرك بقى يحل محلك وياخد مكانك. غيري مين؟ دوري انت بقى في عقلك وشوفي مين المستفيد من الخراب ده كله. كنتش قصدك؟ هي طبعا، ودي عايزه كلام. سهام الواطيه بنت الدلاله طول عمرها مهقوره في بطنها منك، وبتغل وتحقد عليكي ومش قادره توصل لك. ازاي انا ما فكرتش فيها؟ اخصى عليك، اخصى عليك يا استبطة. بقى تسيبي شوقي حبيبتك اللي عايشه في الدنيا دي بخيرك ورضاكي وحسك، وتروحي ترغي مع البنت اللي اسمها نوسه دي المطيوره، هي والبنات اللي معاها. ما كانتش العشب يا استبطة. فاشر قطع لسانك، هو انا برضو اللي ضبع يا موكوس؟ طب قول الكلام ده لروحك يا مده. خلاص يا ستي مش ضابع، ما تزعليش نفسك، انت مهزة الغابة كلها. المهم وصلت لحاجة؟ طبعا وصلت للحوارات كلها يا قورة. صحيح، طب قولي لي اصل انا مخي برم. اي كلام فاضي في رغيف، شوية هبل على تهيؤات، على محنة فرنجي ملوش اي لازمة. بس تعرف لو ما كانتش بطة فضفضت معايا وبعبعت بالكلام كان زمان الدنيا كلها خربت فوق دماغنا. هو انت كده رستيني يا شوشو؟ ده انا مخي لحس بزياده يا بنت. واحده واحده كده وفهميني ورسيني دماغها فيها ايه. فيها عفاريت. عفاريت؟ مش بقول لك محنه وهبل نسوان. اسمع يا مسعد، بطه كبرت وخرفت وشكلها كده هتجيب ظرفها. هو احنا هنعمل ايه لا مؤاخذه في حوار العفاريت ده؟ هقول لك حالا، انت تبعت دلوقتي تجيب الواد توفيق الاسمر بسرعه. الولا توفيق الاسمر بتاع الاعمال والسحر وكده؟ اسم الله عليك، تجيب الواد ده النهارده، ولازم الليله تظبط معاه الحوار وترسيه على كل حاجه قبل ما يجي لها هنا بالليل. هو كمان هيجي لها البيت؟ طبعا، امال هنفك دماغها ازاي؟ انجز انت وانا هرسيك. ماشي ماشي يا شوشو. طب بقول لك ايه، البيت الجديده اللي بعتتها عشان تشتغل دي؟ طبعا هتشغلها، ودي عايزه كلام. بس حسك عينك تيجي جنب البت دي ولا تدوس معاها في اي حوار، وانت فاهم
البت دي داخله دماغها وعاجباها وهتسال عليها، واحنا بقى يا اخويا ما عندناش استعداد العفاريت تركبها بزياده اكتر ما هي متنيله. كلب تاكلوا في خيرها وتضربوا في ظهرها، جايبين لها دجال يشتغلها بالسحر والاعمال. ده طبيعي هو اللي لحس دماغها وجننها وجابها هنا. فاشر بعد الشر عليكي يا عقله يا كامله يا ست الناس كلها، ان شاء الله هي واللي جابوها. انت مش سامعه بيقول ايه؟ كانت عايزه تعملي عمل عشان تجيب لي جنان وتلحس لي مخي. كان يا ست فاطمه، كان هو ده الغرض، ولفت على طوب الارض عشان حد ينفذه. لكن تقولي ايه بقى؟ الخادم كان متاكد ان ما حدش عطله، لكن قلبك الطيب، قلبك الطيب اللي دلك عليا، اي أيوة والله قلبك الطيب اللي دلك عليا عشان يكشف لك المستور. يعني بجد يا مولانا؟ بجد؟ تقصدي ايه يا ست فاطمه بجد دي؟ جرى ايه؟ انتوا جايبين توفيق الاسمر هنا وشاكين في قدراته ولا ايه؟ يا حاشا لله يا مولانا، الست ما تقصدش. انا ما اقصدش، انا بس عايزه اعرف حاجه واحده، ربنا راضي عني ولا غضبان عليا عشان الرقص والحاجات دي يعني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله يا ست فاطمه، جرى ايه؟ ربك رب قلوب. وانا دلوقتي شايف قلبك الطيب ده قدامي زي اللبن الحليب. الحمد لله. ربنا يكرمك ويعلي مقامك كمان وكمان يا سيدنا الشيخ، زي ما انت كده يا اخويا حافظت على قوت الغلابه ورزقهم. دي خلاص الست كانت هتبيع المحل وتسرح الناس اللي فيه وترميهم كلهم في الشارع. ما هو ده كان الغرض يا ست شوقيه. ايوه هو ده كان الغرض، الخادم كان يخرب البيت الطيب ويحط مكانه السو. ربنا يحرقها بجاز الحسودة الواطية أم غل. أنا مش عايزة أشوف حد. عيني يا ست الكل، بس تلاقيه المخفي بتاع المغسلة ثانية واحدة وراجعالك. بجد يا مولانا؟ نوسة خير يا نوسة؟ ازيك يا ست شوقية؟ أنا آسفة إن أنا جيت من غير ميعاد، بس غصب عني والله. غصب عنك؟ غصب عنك ازاي؟ ما انت عارفه ان الست. ابوس ايدك يا ست شوقيه، انا لازم اقابل المدام باي تمن، اصل انا مش هينفع امشي من غير ما اكلمها. هي دي النيله، مش لما افهم في ايه الاول. نوسه؟ في ايه يا نوسه؟ بهدلني يا ست بطه، مسح بكرامتي الارض وكان عايز مني حاجات مش قادره انطقها. طب تعالي خشي خشي. بتقولي ايه يا مهوش انت؟ انا مش فاهم حاجه. انت هتستعبط ولا ايه يا موسعد؟ هو انا مش منبهه عليه مالكش علاقه بالبنت اللي اسمها نوسة دي، ولا تدوس معاها في اي حوار. نوسة مين يا شوشو؟ الله، هو انا شفت خلقتها من ليله امبارح؟ ما شفتش خلقتها من امبارح ازاي يا زفت انت؟ انت جايه تشتكي وتقول انك بهدلتها. طب ثلاثه بالله العظيم ما شفتها من ليله امبارح، من ساعه ما مضت العقل ولا حصل بيني وبينها اي حوار. الله، فيها بنت مالك؟ ازاي الكلام ده؟ البنت دي بتخرف ولا ايه؟ خرف يا مدام، ومحدش طلب مني حاجه لا مسعد ولا غيره. امال في ايه؟ اصل انا بصراحه عرفت ان مسعد قورة كان بيسرح البنات من وراكي، ولما حضرتك عرفتي بهدلتيه، قلت اجي لحضرتك واعمل الحوار ده عشان اعرف اجي واتكلم معاكي كده على انفراد. اتفضلي اتكلمي على انفراد. هتكلم يا مدام، هتكلم وامري للليل. بصراحه ربنا بقى كده، الراجل اللي قاعد بره ده لا هو شيخ ولا حاجه، ده راجل دجال ونصاب وابن 60 كلب. دجال؟ وانت عرفتي منين يا بنت انه دجال؟ عارفه يا مدام، وعارفه انه مش جاي لوحده، ده مكري عليكي. مكري عليا؟ مكري عليا من مين؟ ما تنطقي يا بنت. بالراحه عليا يا مدام، بالراحه عليا، بوس ايدك. انت خايفه من مين؟ بصراحه يا مدام انا خايفه من شوقيه. شوقيه؟ تخاف من ايه بس يا عبيط؟ امسك ده، انت شغال فل زي السكينه في الزبده. طب والنبي، انا عمري ما شفتك في حياتي مع زبون ملعلع ومجلجل زي ما شفتك النهارده. لا يا ست شوقيه، ما انا برضو مش خايف من نفسي، انا عارف انا بعمل ايه كويس. انا كل اللي خايف منه الحوار اللي بيحصل فوق. حوار؟ حوار ايه يا توفيق؟ البنت شغاله رقصه في المحل وجايه تكلمها في حاجه تخص الشغل. ما هو انا سمعت كل حاجه، بس البنت دي انا حاسس ان انا شفتها قبل كده.
فين؟ مش فاكر. شفته بس؟ ده انا حافظاه زي صوابع ايديا، بس مش هو اللي فهمني على الحوار كله. امال مين؟ صدفة ربنا بقى يا مدام، امبارح بعد مسعد ما مضوني على العقد قلت ارجع اشوف اذا كنت هرقص الليله ولا بكره. وانا داخله الصاله لمحت المخفي اللي اسمه توفيق ده جاي في وشي هو وقول. خفيت نفسي بسرعه كده ورا الباب عشان ما يشوفنيش ويروح يقول لامي على المكان اللي اشتغلت فيه وتبقى مصيبه. صدفة ربنا بقى وقفتهم جت قدامي وسمعت الحوار الاسود اللي اتفقوا عليه. شوف لطيفه، الغلطه المره دي يا حبيبي بفوره. عيب يا استاذ، اللي معاك ده لمؤاخذه يعني مش واحد صغير. عشان عارف لمؤاخذه انك صغير، بس بطه مش تلميذه، دي مرقعه ومدقدقه وتفهم الكفت. عاوزها تيفه كده تحس لمؤاخذه يعني ان الطيبه والبركه بتبوظ من عينيك. على هتحس وانت كمان هتحلب بحياتي، بس يعني انا ناقصني شويه حاجات كده لتظبيط الشغل وبرم الدماغ. تظبيط هظبطك وبرم دماغك هبرمها اخر برم. بس اقول لك ايه، هي ساعه زمن شويه هتكلمك وتحكي لك تاريخ حياه بطه من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي. بس اسمع اقول لك على حاجه، علشان المرقعه يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. رايحه فين يا مدام؟ رايحه فين؟ رايحه اشوف حل مع بنت اللذينه اللي بره دي. لا ابوس ايدك ابوس ايدك، انا مش حامل شوقيه ومصعد قوره، ده لو عرف ممكن يرمي في وشي ميه نار. نار ايه يا نوسه؟ النار في قلبي انا اللي اتضحك عليا العمر كله. يا حبيبتي يا حبيبتي، انا حاسه بيكي، انا عارفه وحاسه بيكي والله، بس انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، كنت عماله اقدم رجل واخر رجل وضميري كان بيأنبني، وقلت بقى خلاص ما بدهاش، قلت ايه على هنا، جيت لقيت عربيتي واقفه تحت البيت، قلت لا لازم بقى اقولك على كل حاجه حتى لو على رقبتي. الله عليكي يا نسا، شابو ليكي بجد. مش بيقولوا عليكي رقاصه بتاعت كباريهات؟ بس والمصحف انت بت بميت راجل، المفروض بطة دي تحميكي من الدنيا كلها، مش بس شوقية ومسعد، دي لولا جدعنتك دي كان زمانهم لحسوا مخك واتجننتي بجد. اتجننتي بجد؟ طب ما انت اتجننتي فعلا. ايه ده صحيح؟ طب لما نوسة فوقتك من الفيلم اللي اتعمل عليكي، ايه اللي بوظ دماغك وخلاكي تيجي هنا؟ ايه اللي حصل؟ فهميني. لا بقى مش ممكن، انا مش حمل الشعلقه دي كل شويه، انتوا كده هتجننوني بجد. فين بقيه الورق؟ فين فين ورق ايه يا منحوس انت؟ ورق التحقيق وليه؟ هو في غيره ورق التحقيق؟ يخرب بيتك وضيع منك ازاي؟ ما اعرفش يا توحة، ما اعرفش، انا يا دوب جبت لكم اللي اسمها سلمى دي رجعت ما لقيتهوش. طب بس اهدى اهدى يا حشكل، هي الارواح ما فيش غيرها، انت ناسي ان القصر ده مسكون؟ ارحم امي بقى، انا مش ناقص جنان. طب تعالى تعالى بس اهدى، تعالى نروح اوضتك وانا هبخرها لك واقرا لك عزيمه حلوه، هتنفك العقده ويرجع المفقود. تعالى. استر يا رب. العظمه لله يا ابني، انت مخبر جديد هنا ولا ايه؟ ها؟ مخبر من اداره الحراسات. نقل بقى ولا انتداب؟ نقل سعادتك، ونقل نهائي والحمد لله. راب كويس، أنا فعلاً عندي عجز في الحراسات. اسمك إيه بقى؟ حشكل يا باشا، خدامك حشكل. حشكل؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده فين؟ يا باشا يخلق من الاسم 40، بس رد عليا الله يبارك لك. أرد عليك في إيه يا ابني؟ الورق ورق التحقيق اللي سعادتك عملته امبارح، محدش جابهولك تاني. لا، ورق التحقيق إيه؟ ايوه يا باشا، اصلا انا المسؤول عنه، من امبارح بدور عليه مش لاقيه. صح افتكرت. الله اكبر، افتكرت ايه؟ طمني. افتكرت انا عايزك في ايه؟ بص خد امسك، هات يا عروس السجاير مستورد، ها، وهات كمان ولاعه وربع بن، وخلي الباقي عشانك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا باشا بقول لك ورق التحقيق. بس هات البن من الراجل اللي جنب الوزارة، ما تروحش وسط البلد. يعني الخمسة جنيه دي هتجيب كل الحاجات اللي أنت عاوزها؟ أنت يا حشكل عايز إيه تاني يا باشا؟ تحب أجيب لك بالباقي؟ ربع مشكل وحبة سلطات. سلطات إيه يا متخلف أنت؟ أنا افتكرت التحقيق بتاع إمبارح. بجد؟ بجد والنبي؟ لما تلاقي الورق هاتهولي.
عايز اقرا الواقعه بتاعت البنت الجديده اللي اسمها سلمى. قوم من هنا، قوم امشي، اوعى تيجي هنا تاني. الورق؟ انت تقصد انك هتاخد الورق تاني؟ طبعا يا سلمى، انت عايز عواطف تاخد خبر وتقلب بعدين الدنيا كلها. ايوه بس اصل اصل ايه؟ ان كان على ورقك مش مشكله، هندري ونخلي حشكل يقول انه دعم منه في وسط الزحمه كده. يلا بقى خلص ايدي في الورق، خبتي فين؟ ها؟ هجيبهولك. حاضر. شاطر. بس انا ايه؟ مصيبه لو كنت حرقت الورق كله. لا الورق موجود. بص بصراحه كده، انا محتاجه الورق ده. محتاجاه ليه خير يعني؟ انا مش عارفه اشرح لك. اشرحي يا ست من غير مقدمات، المهم عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الورق ده. حسيته يا حسن، دخلت جواه وعشت تفاصيله كلها، فجاه لقيتني بتحرك بين حكايه والتانيه، وبهرب بخيالي، بطير بطير بره الكهف الكئيب ده. وعلى فكره ما كنتش حاسه ان انا بقرا حروف مكتوبه على الورق، ولا حتى كلام مجانين. ده عالم، عالم حقيقي، حقيقي وملموس زي شريط السيما. بليز يا حسن، بليز أرجوك. بص أنا قريت حكايتين وهموت وأكمل الباقي. أنت يعني مش هتستكتر عليا الشباك صغير أشوف منه الدنيا في الحبسة السودا دي؟ ما اقدرش يا سلمى. بص انا عارفه ان الموقف سخيف وهيعمل مشاكل، بس ايه رايك مثلا ان ما اقدرش استكتر عليك حاجه، يعني مش عشان صعبت عليا طبعا، مش عشان محبوسه. امال عشان ايه؟ عشان قلت لي يا حسن من غير الدكتور مرتين ورا بعض. بس كده؟ طب ماشي يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن. يلا بقى خلاص يا هادي الورق. الله ايه ده؟ في هنا مكان التصوير، هعمل لك نسخه وارجع الاصل. الله عليك. ادي الورق يا سيدي، بس بص اوعى تفوت منه ورقه واحده. ولا ورقه. بص ساعة وجيلك. استنياك. الحكاية معاك يا دكتور، وانت صحيح طيب وجدع وشهم واحسن واحد في المخروبة دي، بس يعني مش لدرجة الاعجاب والحب والاجواء المرعبة دي، حرام عليك. الوجع يسرف جسمك زي الطاعون. فين الورقة؟ فين الورقة؟ انا هرفع ايدي، لكن لو عديت حسك هتبعك. فين الورقة؟ والله مش عارفة صوتي
ولا صرخ ولا اي حاجه. طبعا ما انت طول عمرك جبانه. فعلا تخافي ما تغشيش. انا جبانه هطرت. فين الورق؟ مش معايا. فين الورق انت؟ قولي. انا اديته لحسن. حسن؟ وحسن ده عشيق الجديد. عشيق؟ لا ايه ده، ده الدكتور كدابه. كل كلمه بتنطقيها كده. طب بس اسمعني ارجوك. سمعتك كتير يا فاتن. فاتن؟ سمعتك كتير قوي وصدقتك كتير قوي، لكن طعنتيني في الاخر في قلبي. عشت معاكي اسوأ ايام حياتي. فين الورق؟ انت قولي فين الورق، والا هتشوفي من يوسف المصري اللي عمرك ما شفتيه. يوسف المصري؟ انا سمعت الاسم ده قبل كده. فين الورق؟ اوكي انا خلاص قربت افهم. مش عمرك ما تفهمي. اللي زيك ما بيفهمش. اللي زيك اتولد فاضي ما يفهمش غير في المسخره، في المكياج والكعب العالي والكوكايين اللي بتشميه. كوكايين؟ فين الورق؟ هناك فين؟ اهو تعال معايا اهو. قول. في الدولاب ده. خاينة! طول عمرك خاينة! تعالي يا خاينة يا غدارة! تعالي روعة! تعال راح فين؟ سيبوني! أنا ما عملتش حاجة، أنا بريء! عارف إن أنت مظلوم، عارف والله! طب خلاص، سيبوني! انتي واقفة عندك ليه؟ بيروح تعالي. ازاي؟ في انا؟ امال خيالك؟ وبيكشف لهم. ما تيجي يا بنتي ما تتكسفيش. في الحزب عندنا؟ مش ممكن. لا ممكن. حاضر. تعالي. الشعب اللي بيقول. تعالي. الدود اللي ماشي منه فيه. الدود ده بقى موجود عندكم. ممكن اعرف مين هو؟ لا. اتفرجي معايا. اتفرج اوكي. على طريق جوزي. هو انا. أنا شفت حضرتك قبل كده؟ أكيد طبعاً شفتيني. ممكن أعرف اسمك. دي هبلة ولا إيه؟ فعلاً باين إن أنا هبلة، أنا بس عايزة أفتكر شفت حضرتك فين؟ يوه بطلي رغي بقى، أنتوا كلكوا رغيين؟ اقعدي ساكتة واتفرجي، وإلا هنا اللي برا يجي ياخدوكي. لا خلاص هتفرج وهقفل بقي خالص. لكن ما يقدروش يخبوها عن حبايبهم. عندك حق. أنا سعيد جدا بهذه. بص يا مشهد فظيع مش كده؟ مش هصدقي لو قلت لك حد كان نزلت ازاي وأنا بصور. واو يجنن. لو ما كنت واخدة دور برد رهيب، عندي صداع وسخونة وجسمي مكسر، بس ولا حاجة من ده كله بانت عليا في المشهد. محرر في جريدة الجهاد. اسمه انا مش مصدقه. المخرج برضو ما كانش مصدق اني تعبانه، كان فكر ان الحمار اللي في وشي من التعب يعني مكياج ميك اب، ان انا دايما بعمل مكياج خفيف. انت النجمه سوزان فريد. انت غبيه بقى. معلش فعلا غبيه، يعني المفاجاه كانت واخداني. ده انا شفت لك فيلمين على روتانا كلاسيك. واو 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 ادائك تحفه هايل. ميرسي قوي، ربنا يخليك. مع اني حاسه ان في حاجات كتير قوي جوايا ولسه ما طلعتش. فعلا ده حقيقي، بس بصراحه فنانه زيك مش لازم تبقى. عبد العزيز عضو بارز. وصحيح انت بتعملي هنا ايه؟ انا عندي اوردر النهارده عشان تبقوا على راحتكم. اوردر؟ ايوه، احب اجي بدري شويه علشان اشوف الورق واتفرج على اعمالي القديم، يعني عشان ادخل في المود شويه. المود فعلاً فكرة هايلة. لا وخصوصاً المرة دي الفيلم صعب قوي
والدور مركب فيه احاسيس كتير ومشاعر، والدور بتاعي فيه توسات كتير جدا. يعني مثلا ببتدي وانا بنت فقيره مش لاقيه تاكل، بعد شويه قهرتيني يا فنانه، بجد اتقهرت، وانت بالذات بقى هموت واعرف حكايتك. بس المصيبه لو لقيتها مش كامله في الورق انا هتجنن بجد. انت يا استاذه تروحي فين؟ معاكي معاكي. ولما انت معايا ما بتكتبيش ليه؟ اكتب اكتب ايه؟ الكلام اللي انا قلته. هو انت مش صحفيه وجاي تعملي معايا حوار؟ صحفيه؟ انا ابتديت اشك فيكي. انت من ساعه ما جيتي لا بتكتبي ولا بتسجلي ولا سالتيني سؤال عدل من ساعه ما جيتي. انت اللبيسه بتاعه فايزه خليل وجايه تتجسس عليا. لا 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 فايزه خليل دي مين؟ لا لا طبعا انا طبعا صحفيه، والورق الورق الورق اهو، الورق اهو حضرتك اهو. انا جاهزه طبعا، وهنعمل احلى حوار لاحلى نجمه. وانت بقى فاكره الكلام اللي كنت بقوله؟ لا سيبك يا نجمه من التصوير والفيلم والحوار ده، انا عايزه اعمل موضوع عن حضرتك كبير قوي قوي قوي. عايزه اعمل موضوع عن سيره حياتك الذاتيه كلها. واو حلو قوي مش كده؟ نبتدي بقى يا نجمه. عايزه تحكي لي حكايتك كلها كلمه كلمه. خليكي على نفس السكه اللي انت ماشيه فيها دي. انت فاكراني مجنونه؟ تشخص الحاله ولا تحب في الحاله؟ تحيلت عليه عشان يديني بوسه. شكلك كده حنيت للجنس اللطيف. اي حاله تتعلق بيها هتتسهر علينا زي الكلاب. بلاش الكلاب! افتحوا الباب يا كفره! جايين يقبضوا عليا. انا باكل وبشرب وبتنفس مزيكا. بس بس انتوا اللي خطفتوها واكيد حجزوها معانا. انا رزقي اتقطع بسببك وهترمي في الشارع. ما لما اسيب المصحه يوم واحد وارجع الاقيها قصر للعشاق تبقى مصيبه. انا صحفيه.